هلا والله بالشباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. نقدم لكم اليوم شرح جديد من قناة الرحال. اليوم نعلمكم طريقة جديدة نستخدم بها محولات اليو بي اس كشاحنة للبطاريات. اليوم نشرح لكم على مجموعة من المحولات اللي تلاحظوها، هذه خاصة باليو بي اس، هذه ايضا محولة، هذه محولة، وعندنا هذه محولة، وهذه ايضا محولة. واذا تلاحظون هذه طريقة عمل الشاحنة بهالصورة. أول ما نبدي بداية دخول التيار، إذا تلاحظون هذه مجموعة من الأسلاك اللي هي خاصة بالتيار 220 الخاصة بمحولة اليو بي اس. إذا تلاحظون هذا عندنا السالب، وهذه مجموعة من الأسلاك نختار بها قوة خروج التيار من هذه الجهة. يعني عندنا ينطينا هذه الجهة اللي لونها أزرق، احتمال ينطينا 13 أو 15 فولتيتها، تختلف عندما نربطها بالتيار الكهربائي مع السلك الأسود. هسه راح نوريكم طريقة العمل الخاصة بها وشون نفحصها. نجي نفحص الأسلاك. عندنا هذا النموذج كامل، هذا النموذج عندنا كامل، نشرح لكم عليه. طبعا هسه راح نشرح لكم عليه ونفهمكم على طريقة العمل مالته. نجي نجيب جهاز الفحص ونخليه على التيار 200، الاي سي 200. اذا تلاحظون على اي سي 200، نجي نربط من هالجهة قطب ومن هالجهة قطب. نجي نمطي تيار، طبعا هاي الحكي نفحص على 110 في الصورة هذا، وعلى السيريس، على السيريس نجي نفحص. طبعا السلك الاسود مباشر مع التيار السالب، وهذا عبارة عن فيوز حتى اذا صار عندنا مشكلة يصير قطع عندنا بالفيوز. اذا تلاحظون هذا القطب اللونه برتقالي انطانا حوالي 15 فولت، 15 الى 16، جاي يقرأ عندنا 15.9.8. نجي نفحص القطب الثاني. هنا هذا القطب اللونه جوزي جاي ينطينا 17 فولت. نجي نفحص القطب الأحمر الأخير. إذا تلاحظون هذا القطب انطانا 13.5. أنتم إذا تريدون شحن سريع تختارون أي واحد من الأقطاب اللي هو برتقالي واللي هو جوزي. إذا شحن سريع نختار اللون الجوزي، يعني انطانا 17 فولت. نفصل التيار الكهربائي ونرجع نحول على البريج دايود ونربطه بهالصوره هذه. هذا عندنا الموجب وعندنا السالب، الموجب لونه احمر وعندنا السالب اللي رابطيه بسلك لونه ازرق. طبعا ذن القطبين باي اتجاه تربطهن هو صحيح، لان ذن ما بين اي اشاره موجب ولا سالب. نجي نركب على هالجهه هذا السلك، ونجي نربط على الجهة الثانية هذا السلك، ونجي نركب التيار الكهربائي على اي قطب يعني لبالنا. هسه احنا ركبناه على البرتقالي وراح نشوف الخروج الخاص به حتى نشحن به البطاريات الخاصة اللي موجودة عندنا. نجي ركبنا التيار الكهربائي، اذا تلاحظون القطب الموجب مع القطب الموجب الخاص بالبطارية وهذا السالب. هسه بدنا الشحن، اذا تلاحظون اكو جهة حبس متبين. هسه نفحص الخروج جهد، نخلي طبعا نفر الجهاز على الدي سي على 20 او على 200 نفس الشيء، ونشوف الخروج جهد. هسه عندنا الخروج 15.5، 15.5. نجي نشحن به البطارية،
هذه طريقة جدا بسيطة نستخدمها بشحن البطاريات وجدا عملية. طبعا احنا مجربيها انه نشحن بيها بطاريات اليو بي اس او عندنا اي بطارية واي حجم باستخدام البريج دايود. وهذا كان شرحنا لهذا اليوم لعمل شاحنة بطاريات من محولة اليو بي اس. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة